السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم راح نشتغل تابلو مزدوج وراح يكون لنزول 12. طبعا لما ننزل احنا 12 اكيد على الليزر راح يكون في فرق بالقياسات من حيث النزول، ولكن هو من الاسفل راح يكون ميزان 100% لانه مشغول على الليزر. كالعادة نشتغل ونركب الزوايا، يكونوا كلاتهم متصلين في بعض. انا بشتغل بفرد الدباسات، انت بامكانك تشتغل فرد الطلقات او بري واسفين حسب المتواجد عندك. هيك بنكون لفينا زنار الداير للتابلو الاول. طبعا هون احنا اخذنا قياس 45، تاخذها من اليمين ومن الشمال للشرشف النازل. هاي لما تكون انت بدك تنزل التابلو على 60، وبنضرب خيط الاعلام عشان نحدد حديد الشرشف كيف بدي ينزل. طبعا خيط الاعلام اشي كثير مهم. وبنركب الزاوية. كثير لما نكون شغالين تابلوهات، يعني تابلو داخلي بداخلي بداخلي خارجي، ببلش يبين معانا انه في فرق بالقياسات، انه الغرفة كلها ما بتعمل لي غير تابلوهين. يعني لو اجينا عملنا مثلا تابلو 40 الاولاني وشرشفه بكون نازل على 30، يعني لو قلنا 40 مليان من الزاوية، 40 فاضي، و40 يعني دايركت، ايش طبيعي انه يكون 40 فاضي عشان يتناسق ال ف 40 فاضي 40 مليان 40 مليان كمان، يعني ثلاث اربعينات من جهه واحده، فاذا 80 120 و40 فاضي تحكي عن 180. فبضل من غرفه ايش لما تكون 4 ب 4 بضل معك 20 سنتي. وهيك بناخذ القياس اذا تبعته على القياس. طبعا انت بتختار القياسات اللي بدك اياها. لو قلنا التابلو الداخلي بده يكون مثلا 30، اذا الشرشف بده يكون 10 سنتي، يعني شرشف عن اليمين وشرشف عن الشمال مثل ما انتم شايفين خيطان الاعلام هون، راح يكون 10 سنتي بحيث انه يكون التابلو 30، يعني بدي اناره مخفيه من اليمين اناره مخفيه من الشمال او من الامام او من الخلف. طبعا معظم الشغل بكون على الزوايا الا عند جمع التابلوهات بنحط اوميجا او تراك. يعني معظم البيوت بتطلب بالغرف مثل غرفة المعيشة، غرفة الضيوف، الناس صارت تدور على الاشي السمبل، هذا القصد، يعني اللي ما في حركات وما في تعجيق. طبعا البيت شوي قديم، مش شوي كثير قديم، ولكن ان شاء الله بنرجعه وكأنه وليد اللحظة، بيختفي فيه كل العيوب. زوايا لازم دايما متصلة. يعني انت بتركب الزاوية طولها 3 متر
بتقصها وهي موجودة على السقف، ما بتقص تحت على الجدران. الأصل بهاي الطريقة إنه يظلوا جامع مع بعضه. لما بدي أجمع الشراشف لازم ما يكون فيها ميلان، هيك بنكون شبكنا الحديد كامل، ما في فراغات غير لا تابلوهين. ولكن أنا لما بدي أشوف، إذا عملكم شفت صور بكون فيها أكثر من تابلو، يعني بكون 4 تابلوهات على كل مترين، من الجهة الثانية 4 وجامع مع بعض طبعا، فبكون القياس أقل. طبعا هيك ركبنا شراشف الجبسن بورد. طبعا الشراشف هاي الزايدة عن الزاوية السفلى الداخلية، شو السبب؟ لأنه أنا قاعد بقصها على الليزر، أنا بدي يكون الشرشف راكب على الليزر. ليش إحنا قاعد بنستخدم الليزر؟ إحنا بنستخدم الليزر عشان نلف الزاوية اللي على الداير ونقص زيادة الشرشف، وإحنا بنضطر إن نزيد الشرشف عشان يعطيني قص ليزر، وبالأخير وبالمحصلة بيطلع كلياته ميزان 100%. شايفين خط الليزر لونه أخضر؟ دائما الحركات يعني التابلوهات او الجبسن بورد اللي فيه حركات بكون للغرف اللي فيها حركه، الغرف الشبابيه او المداخل او المخارج. طبعا في عندنا فيديوهات فيها حركات كثير، بس ان شاء الله على المونتاج اول باول بنبلش ننزل، لانه دائما الرسم الداخلي غير عن الخارج. يعني اذا بتشوفوا في عندي فيديوهات فقط لا غير رسم للجبسن بورد، الرسم على الورق مختلف عن الرسم على الطبيعه، على طبيعه العمل، على الشغل اللي انت قاعد بتشتغله، لانه قياسات وحتى بعض الحركات اللي انت بترسمها على الورقه فيها بعض الاختلاف عن التطبيق العملي الفعلي. ففي فيديوهات ان شاء الله قريبة راح نفرجيك وشو الفرق وكيف نحدث فرق بين الرسم على الورق والرسم والتنفيذ العملي على السقف مباشر. طبعا هيك بنكون ركبنا الشراشف والزوايا من الاسفل، صار عندي زاوية من فوق وزاوية من تحت. والان بنرفع التابلوهات الدائرية اللي يعني المحيطة. بعض الأحيان ضروري إنك أنت تزود التابلو، مثلا هذا 60، طيب لو نزلت منه 2 سنتي إشي طبيعي، لأنه أصلا شرشف الإنارة المخفية راح يعطيني 1.5 سنتي 2 سنتي حسب خمالة الجبسن بورد. فدائما التابلوهات الدائري اللي يعني على داير الجدران بعض الأحيان بيكون في ميلانات، فهاي الميلانات بدنا نتغاضى عنها بإنه إحنا ركبناها، بس بالمقابل لما نجمعها كامل بنبلش نقصها من الخارج. طبعا إحنا هنا ركبنا قطعة أوميجا بين اللوح واللوح أو التابلو والتابلو، السبب عشان لما يكون في معجونة بعد فترة مع الزمن ما يفسخ وما يبين انه في خط معجونة او خط شاش شبر. ركبنا التابلو الجانبي، الان التابلو اللي بالوسط. اذا لاحظتوا هون انا دايما بركب
وبقص وبرسم على السقف مباشر، يعني ما بنزل على الأرض وببلش أرسم. وأصلا التنزيل على الأرض وإنك ترسم الرسمة على الأرض بعدين ترفعها ما بيزبط، لازم ترفعها لفوق بعدين تبلش تقص، يعني تأخذ من زوايا التابلو الخارجي كامل وتعطي على الداخلي، بحيث إنه لما يكون بين التابلو والتابلو من كل الجهات نفس القياس. والرسم على الأرض أو تعباية القطعة على الأرض وترفعها لفوق هذا خطأ جدا، يعني أي حدا بيشتغل القطع على الأرض بعدين بيرفعها على السقف خطأ شو ما كانت الرسمة. يعني في رسمات بتحتاج لقطر واسع جدا. طبعا هون احنا قاعدين بنرسم على التابلو، الأولان ناخذ قياسات، شو السبب؟ عشان ناخذ قياسات التابلو الداخلي وبنضربه في خط على عشان يعطيني من كل الاتجاهات نفس القياس، ما يكون مثلا هون 60 والواجهة الثاني 58 واللي بعديها مثلا 59 أو في فرق بين هاي وهاي نص سنتي. لا، بدك تفرغ على الكامل يكون بحيث إنه كلها قياس واحد. والآن بنقصقص الزيادات، طبعا الزيادات هاي أنا بستغلها دايما بالشراشف لغرف ثانية أو لغيرها، بس بحب إنه يكون السقف مرسوم بمكانه. حتى في رسمات صعبة، الفيديوهات إن شاء الله قريبة هي جاهزة للمونتاج بس بدها وقت، يعني كله خلص بتسكر السقف كامل، بنرسم الرسم الأولى بعدين بتسكر تسكير كامل السقف بعدين ترجع بترسمه مرة ثانية. فهذا الأصل. أما أنت بتيجي بتجيب لي قطع تابلو وبترسمها على الأرض وبتركب شرشف الإنارة المخفية تبعها على الأرض بعدين ترفع، ما بيزبط، لا زلنا نعاني في الوطن العربي بشكل كامل إلا ببعض دول الخليج من العمار أو اللي هم متعهدين العمار، ما صعب تلاقي سقف مستقيم مع اللي بيشتغل بلياسة مثلا السقف، لأنه ما بيشتغلوا عودة، وصعب إنه أصلا تلاقي بيت عادي مستلم، يعني مستلم البيت هندسيا. خلاص المهم عظم هندسي بعدين تسطيبات بكون ولا إشي هندسي. هيك فرغناها من الداخل، صارت القياسات من جميع الجهات نفس الشكل. طبعا السقف من فوق يعالج وإله شغلة، بس بعدين إن شاء الله نتطرق إلها. والآن بنركب الزوايا تبعات الإنارة المخفية، ارتفاع الزاوية 2.5 سم من الجهتين شكلها زي حرف L مثل ما انتم شايفين، نفس السيستم بكل الجهات. لازم ايش؟ اجمع بين الزاوية والزاوية، والزاوية اللي هي هاي الزاوية 45 هون او الزاوية القائمة اقصد، بيكون الحديد شابك ببعضه، بعدين بنشتغل على الفارة الزيادات او النتوءات اللي زايدة عن الحديد، بنقوم بإزالتها عشان الشرشف يركب وهو مرتاح، يعني ما يكون من خلفه في فراغ، وهيك بتضمن الشغل 100%. البرغي لازم يفوت أقل إشي من 2 ل 3 ميلي داخل الجبس، بس ما تدخله اكثر وما تخلي البرغي بارز، لانه بروز البرغي بغلبك عند المعجونه او بدك ترجع تدخلهم للدريل اول باول. فانت خلص احفظ انه كيف تدخل البرغي بالطريقه هاي.
طبعا الفيديو صدقا يعني انا باعتقادي انه هو مش بحاجة شرح، بحاجة انك تركز فيه 100% وانت مستمتع عشان يطلع معك النتيجة النهائية. شباب اللي متابعيننا على الفيسبوك الله يسعدهم يسعد قلوبهم، اعملوا لنا مشاركات للفيديوهات، خليه يصل لأكبر عدد ممكن، الفيديوهات فيها أجر وفيها ثواب. بنتمنى انكم تعملوا لها متابعات سواء على الفيس او على اليوتيوب. طبعا هيك بنحف الزيادات كمان كذلك الامر من الاسفل، احنا قصينا الشرشف اصلا على 5 سنتي. دائما الحف من الاسفل، الزاوية مع الزاوية من فوق بنسنترها، وهيك بنكون انهينا سقف المعلق. طبعا مثل ما انتم شايفين من الوسط بس خط واحد بسهل علينا المعجنة. هيك بنكون انهينا هذا الفيديو، بتمنى لكم الاستمتاع والفائدة، ان شاء الله بنشوفكم على الفيديو الجاي ودمتم سالمين.